جلب زيارات لموقعك وكيفية جلب الزيارات إلى موقعك. سيكون هذا شرحنا لليوم. موقع رائع جدا يعطيك زيارات جيدة لموقعك. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سبه قناة يونسات برو. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. قناة تهتم بكل ما هو تقني ومفيد في مجال التقنية. نضع فيديوهات حول الساتلايت وترددات القنوات والعديد من الفيديوهات القيمة. إذا هذا هو موقعنا اليوم، اسمه موقع يو لايك هيتس. موقع جميل جدا كما ترون. أنا أعمل عليه، كنت أعمل على تويتر. لاحظكم لدي من نقطة 11,000 نقطة، لدي 11,000 نقطة وأعمل عليه دائما. تجمع النقاط وتحولها إلى تويتر أو إلى فيسبوك شير أو إلى إنستغرام أو يوتيوب شير أو ما إلى ذلك. وما يهمنا اليوم هو جلب الزيارات لموقعك. إذا تابع معي الفيديو الأخير إذا أردت أن تفهم طريقة العمل. لديك هنا الأكتيفيتي، لاحظ الأكتيفيتي، كي ترون أني أشتغل. يعني الموقع لم يرسل لي كي أشرح أو ما إلى ذلك، فقط أشرح لك كيفية العمل. تضغط على إيرن بوينت وتختار إيرن بوينت، طريقة ربح النقاط. هل من تويتر؟ هل من بينتريست؟ هل من ساوند كلاود؟ هل من تويتر؟ تختار. وهنا أد إيديت سايت، هنا تضيف مواقعك. لديك يوتيوب، لديك فيكي، يمكنك إضافة أي موقع تريد. وما يهمنا هو ويب سايت هيتس، هي تحتي الأخيرة ويب سايت هيتس هي التي تهمنا. هناك نضيف موقعنا، ندخل إليها ونرى كما تلاحظون. نرى الآن هذه هي ويب سايت هيتس. لاحظوا هذه مواقعي، 465 كليك، 5438 كليك، 7562 كليك، 1830 كليك. تضعها وتضع لها عوض اوف، تضع هناك النقاط، سهلة جدا. تدخل نيم والويب سايت. هنا ايضا ريتويت اذا اردت اضافة تويتر خاصة بك. قد اضفت هنا تويتر خاص بي، راح يدو 420 تويت. هنا اضفتها ريتويت 2. تضيف فقط تويتر اي دي خاص بك وتضيف هذا التويت، فهي سهلة جدا. الاكتيفيتي، هاتي الاكتيفيتي كلها التي قمت بها. يعني الاكتيفيتي هي الاشياء التي قمت بها داخل الموقع لجمع النقاط، هي الاكتيفيتي او الحركات داخل الموقع يو لايك هيتس لجمع النقاط. هنا ريتويت، نمر الى الصفحة الرئيسية. هنا ترون زيرو، زيرو هيت ميد تو داي، لدي صفر. هنا ضغط على فري ديلي بونس لترى. عند الضغط على فري ديلي بونس يعطيني هذه الصفحة، يقول لي للحصول على 300 بونس بوينت افري داي كل يوم يجب عليك القيام ب 75 هيت تو بي ريورد، اللي يعطوني هذه 300 نقطة كهدية. يو هاف زيرو هيت اوت اوف 75. إذا سنذهب الآن إلى تويتر لايك، عفوا تويتر لايك. يمكنك أيضا العمل على تويتر ريتويت، هاي تويتر ريتويت 34 نقطة لكل عملية تأخذها، وهذا رائع جدا في تويتر ريتويت. نحن سنمر إلى تويتر لايك لأن نعمل دائما على تويتر لايك. تذهب إلى إيرن بوينت يعني يجمع النقاط، ثم تضغط على تويتر لايك، ثم بعد ذلك هنا كما ترون نضغط على لايك باللون الأزرق، تعطينا هذه الصفحة. بعد ذلك يعطينا مباشرة يعني باتن، اثنان باتن يعني تو باتن يعطونا بها لايك وبها انيوري. نضغط على اللايك، سنلاحظ الآن فقط لدي الانترنت نوعا ما ضعيف، لهذا يا إخوان أعتذر منكم. سيعطوني الآن الرسالة في تويتر مباشرة. لاحظوا معي هاي لايك أو كانسل. نضغط على لايك ثم نغلق الصفحة أو نضغط على كونفيرم باللون الأخضر. ننتظر قليلا وسنربح النقاط 29، 34 نقطة. يو جوت، هاي كما ترون 34 نقطة. ونذهب إلى اللايك الثاني والثالث والرابع والخامس. الإشارة في تويتر لايك يعطونك 15 أكشن كل يوم. لاحظوا هي هيت ميد توداي واحد، هاي حسبت لدي، كانت صفر هنا حسبت لدي واحد. إلى أن تصل إلى 75 ويعطونك 300 نقطة بونص. إذا سأكمل العمل على هذه
اللايكين، التويتات نضغط على كل تويتر نضغط على لايك وسأعود إليكم. إذن بعدما عدت إليكم إخواني الكرام كما ترون نذهب إلى الهوم، الهوم باج هاي كما ترون. لاحظوا كم أصبح لدي من النقاط 12000. لاحظوا إخواني الكرام 12432. أكملت كل شيء، أكملت تويتر وذهبت إلى يوتيوب فيوز وشاهدت. لاحظوا الأكتيفيتي، هذه كلها الأكتيفيتي، وأكملت 76 كما تلاحظون. نضغط على فري ديلي بونس، لاحظوا الآن أنا يعني يمكنني الحصول عليها. لاحظوا قبل تركت هذه الصفحة كي أريكم 12324. نضغط على ريفريش أو أكتيفيتي، أمامكم كل شيء واضح. أكتيفيتي كي ترون أنني قد فعلا قد عملت عليه. لاحظ هاي أصبحت 76، تلك الصفحة تركتها كي ترون هون، يعني ترون العمل. وهنا الأكتيفيتي تحت تظهر، الأكتيفيتي تحت هاي أكتيفيتي بريفريش كي ترون أن العمل حقيقي، يعني إذا لم تعمل لن تربح النقاط. هذا كل شيء، هذا هو بيت القصيد، يجب عليك العمل لربح النقاط. بعد ذلك تحولها إلى تويتات، تويتر شير أو بينتريست أو ما إلى ذلك. لاحظوا هذه كل الأكتيفيتي التي عملتها اليوم. يو لايك دي، يو لايك دي، يو لايك دي، يو فيو دي، فيو دي، يو لايك. لاحظوا هناك أسبوع أو من العمل حتى تحت. لاحظوا 12 ساعة، 15 ساعة، يوم، يومين، 3 أيام، 4 أيام، يعني عملت على الموقع منذ مدة كثيرة وأنا أعمل على الموقع. صار لي مدة طويلة وأنا أعمل على الموقع، وصراحة موقع جميل جدا، موقع جامد رائع جدا. 15 يوم لاحظوا وأنا أعمل على الموقع، وأكثر أكثر من 15 يوم فقط هم يمسحون الأكتيفيتي. سنغلق هذه الصفحة ثم نتوجه إلى الهوم، ثم نذهب إلى فري ديلي بونس للحصول على البونس. الآن نضغط على فري ديلي بونس، ها هي، ثم يعطينا هنا ديلي بونس بونت، اربح 300 نقطة كل يوم، دو اتليست 75 كما ترون. أكملتها، سأضغط على جيت 300 بونس بونت، سأضغط عليها الآن. لاحظوا معي سكسس، يو ريسيفد 300 بونس بونس. Thank you for using your like it. نضغط على back to home. لاحظوا لدي 12432 نقطة. كم ستصبح؟ لاحظوا فوق. الآن سأضغط على back to home، أصبحت 12732 نقطة. هذه buy point لمن أراد شراء النقاط. سنعود للصفحة. كما ترون hit made today 76، 15 hours ليعطونا بونس آخر. يجب الانتظار 15 ساعة. يمكنك إكمال العمل أو فقط تكتفي بهذه 76 وتمر إضافة موقعك وتحصل على زيارات. هذه الريفيرال، لاحظوا إخواني الكرام لا أخفي عليكم أي شيء، ها هي الريفيرال التي كلها، يعني كل ريفيرال أحصل على 500 نقطة على كل ريفيرال، لكن يجب أن يكون الريفيرال قد قام ب 76 أكشن أو مهم عمل أكشن داخل الموقع لمدة طويلة. لاحظوا الذي كلهم باندين، لماذا باندين؟ لأنهم لا يعملون، هذا هو الإشكال الكبير، لأنهم لا يعملون. لهذا لن أربح عنهم أي شيء، فقط تسجلوا عن طريقي ولا يعملون. لم يعرفوا حلاوة الموقع، لأن حلاوة الموقع تأتي مع العمل. يجب عليك العمل والعمل والعمل وستحصل على الشير، وأيضا تحصل على تفاعلات داخل موقعك وما إلى ذلك. الترافيك جيد جدا هنا لما أرى شراء النقاط، ويعطونك معها بريميوم. المهم تضيف موقعك أو تضيف رابط تويتر الخاص بك أو رابط الفيسبوك أو رابط اليوتيوب الخاص بك وتحصل على زيارات كثيرة، وكلما أعطيتهم نقاط أكثر كلما تربح أكثر. هذا هو كل شيء داخل موقع يو لايك إت. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا أردت العمل أدخل وأعمل داخل الموقع، لا تنتظر شخص يقول لك لا تعمل أو ما إلى ذلك أو ستضيع وقتك. اعمل واجمع النقاط وجرب جرب 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 هاتي الموقع رائع جدا. اذا كان هذا كل شيء، هاتي قناتنا. لاحظ هناك شروحات حول ترد القنوات لان مجال تخصصنا هو ستلايت، وايضا نضع شروحات حول جلب الزيارات لموقعك. لاحظوا هاي الشروحات وضعتها مسبقا داخل القناة، وهناك البلاي ليست يمكنك تفقدها، مجموعة في بلاي ليست. تقريبا كان هذا كل شيء،
ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الإشارة لمن أراد العمل على تويتر يضع مثلا رابط يروج له رابط أفلييت أو أي رابط ويكتب عنه اشترك في هذا العرض، عرض رائع جدا، ويقوم بعمل شير له وسيربح مني إن شاء الله.